قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فأشكر لمشروع الصحبة الصالحة في صباح السالم بالكويت هذا الجهد الطيب والمبارك، وهذه البداية المباركة إن شاء الله في تبني هذه السلسلة في دروس من وأحداث من التاريخ الإسلامي. وأؤكد على ما ذكره الأخ الكريم على ضرورة الاهتمام بجيل الشباب وجيل النشء، ومثل هذا المشاريع مشروع الصحبة الصالحة المركز في اهتمامه على فئة الشباب إنما هو من المشاريع الرائدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والنجاح، لعل الله سبحانه وتعالى يحفظ بها هذا الجيل الناشئ. وهذه السلسلة التي نبدأها اليوم تتحدث عن فترة مهمة من تاريخنا الإسلامي، وكيف انتقل الإسلام فيها من حال إلى حال، وكيف بدأ الانحراف في تاريخنا الإسلامي، وكيف استطاع الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إرجاع الأمة إلى جادة الصواب مرة أخرى، وكيف كان مواقف الصحابة الكرام عند الفتن. كلها أحداث هائلة وعظيمة في تاريخنا الإسلامي أصابها للأسف الكثير من التحريف. عندما كنت أقرأ في تأريخ هذه الفترة وجدت سبحان الله الذي تصدر لمثل هذا الأحاديث هم النصارى والمستشرقين من أمثال جورج زيدان، الذين طرحوا التاريخ الإسلامي كأنه قصة غرامية وكأنه صراع على الدنيا وأمثال ذلك. ووجدت كذلك الكثير من الانحراف في فهم الناس لما حدث في تلك الفترة المهمة من تاريخنا. فحرصت في هذه السلسلة أن أعطي فيها ما وفقني الله تعالى إليه من تصحيح لهذه المفاهيم، واعتمدت فيها على مراجع الثقات، ولعل من أوثق المراجع في هذه الفترة هو ما كتبه الإمام العظيم الطبري رحمه الله. أما ما كتبه جورج زيدان وغيره فيعتمدون فيه على كتابات الواقدي، والواقدي يحدث عنه الشافعي ويحدث عنه ابن كثير وغيره بأنه كذاب واضع للأحاديث، فهم يعتمدون على تاريخ الواقدي الذي حرف وشوه صورة تاريخنا الإسلامي، ونحن نحتاج أن نصحح ونعدل هذه الصورة ونتعلم منها الدروس والمعاني. ووجدت أنه لعله من المفيد أن أطرح هذه السلسلة بأسلوب غير السرد التاريخي، وإنما بأسلوب قصة. اخترت فيها شخصية عاصرت كل هذه الأحداث وكل ما مر فيها من فتن إلى أن استقرت دولة الإسلام مرة أخرى، وهي شخصية الصحابي الجليل الإمام العظيم المجاهد الفارس عبد الله بن الزبير رحمه الله. عبد الله بن الزبير بن العوام له شأن عظيم في تاريخ الإسلام، فقد كان من الفرسان المعدودين، وكان من العباد المعدودين، وكان من العلماء المعدودين، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره إلا القليل: علم وجهاد وعبادة. يقول مجاهد من التابعين رحمه الله، يقول: ما كان باب
من أبواب العبادة يعجز عنه الناس، إذا عجز الناس عن هذا الباب من أبواب العبادة تكلفه عبد الله بن الزبير. ولقد جاء سيل، نزل سيل مطر شديد فصار سيلا طبق البيت، سيل نزل على الكعبة فامتلأت الكعبة وما حولها بالمياه، فما استطاع أحد يطوف وتوقف الطواف، فتقدم عبد الله بن الزبير وطاف سباحة. عندما يتوقف الناس عن العبادة يقدم رضي الله عنه. وكان مجاهدا، يقول عنه هشام بن عروة رحمه الله، يقول إن أول ما أفصح به عبد الله بن الزبير أول كلمة نطق فيها السيف، أول ما تعلمه من الكلام السيف، فكان لا يضعه من فيه، ما ينزل السيف أبدا لا من فمه ولا من جانبه. ويقول ابن يناق المكي رحمه الله ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأت، يقول أنا كنت أقرأ القرآن وهو قاعد يصلي فركع، يقول فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. تخيلها. وكانوا يقولون عن عبادته، وليس ابن يناق وحده يصف هذا، كثير من التابعين يصفون عبادة ابن الزبير، يقولون كان إذا سجد تأتي الطير فتحط عليه تظنه من جماد البيت ما يتحرك من سجوده الطويل. وكان كما يصفه عدو من أعدائه، والذي كان بينه وبينه المعارك الطاحنة عبد الملك بن مروان، يصفه فيقول عنه شجاع من بيتي شجاع. ويقول السيوطي رحمه الله عبد الله بن الزبير صحابي جليل، ويصفه فيقول تربى في بيت عائشة وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما نسبه فهو عبد الله ابن الزبير، قرشي رفيع من جهة الأب ومن جهة الأم. فمن جهة الأب هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد، خديجة بنت خويلد تنتسب إليه من هذا النسب رضي الله عنهم أجمعين، ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب سيد مكة بلا منازع. وأما من ناحية الأم فأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فأي نسب أعظم من هذا؟ انظر وتأمل. أبوه الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وجده خويلد أبو خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعمته صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جدته صفية. ومن جهة الأم فأمه أسماء، وجده أبو بكر، وخالته عائشة. فمن يجتمع له مثل هذا النسب رضي الله عنهم أجمعين. لما ولد كانت ولادته فتحا، ولادته عدت في تاريخ المسلمين فتحا، ذلك أنه لما هاجر المسلمون إلى المدينة أشاع اليهود إشاعة، قالوا قد سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص سينقطع نسب المسلمين لا يولد لهم ذكر. وانتشرت الإشاعة فشكك الناس فيها في البداية،
ثم تبين مع الأيام أنه فعلا كل المواليد إناث، وكلما ولد مولود ذكر يموت. واستمر الأمر أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ثلاث شهور، أربعة شهور، حتى صدق الناس هذا الأمر. ووصل الخبر إلى قريش فقالت: كفتكم يهود، إذا ما يولد لهم ذكور انتهوا. وفي هذه الأثناء تهاجر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها من مكة إلى المدينة، وكانت في شهرها الأخير لما هاجرت. فلما وصلت إلى قباء في ضواحي المدينة جاءها المخاض، فولدت، ولدت مولودا ذكرا ولم يمت. فتجمع الناس وبشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجاءه أبو بكر وحمله، وأخذ الناس يكبرون، الصحابة يكبرون، وأخذوا يسيرون في مظاهرة عجيبة يكبرون ويرفعون هذا الغلام ويقولون: الله أكبر، الله أكبر، أخزى الله اليهود. وسارت المظاهرة هذه يقودها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يطوف أرجاء المدينة حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه في حضنه، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرورا شديدا، وأخذ تمرة فلاكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألانها، ثم أدخلها في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه لأبي بكر وقال: أذن في أذنيه. فأذن في أذنيه، فكان أول ما دخل في أذنيه أذان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله. ثم إن عائشة رضي الله عنها طلبت من أسماء أختها أن تتولى هي تربية عبد الله بن الزبير، فأذنت أسماء بذلك، فتربى في بيت النبوة، تربى عند عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأي نسب وأي شرف وأي مكانة وأي ولادة لهذا الرجل العظيم في تاريخنا الإسلامي. ومن هنا من يقرأ في سيرة عائشة رضي الله عنها كانت تكنى أم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير، لأنه تربى في بيتها وهي التي رعته. يقول عنه أبوه الزبير، يقول لعبد الله بن الزبير: أنت لما كبر يقول له: أنت أشبه الناس بأبي بكر الصديق، فكان في شكله قريب الشبه من أبي بكر الصديق، يصفونه ويقولون عنه كان آدما يعني أسمرا فيه سمرة، وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحيفا ما كان فيه سمنة، خفيف اللحم، وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس بالطويل، وكان يختلف عن أبي بكر في أمر وهو أنه خفيف اللحية، كان خفيف اللحية جدا، حتى إن لحيته ما اكتملت إلا عندما بلغ 60. يقول عن نفسه: عالجت لحيتي لتكثر، فلما بلغت 60 سنة يئست منها. وكان شعر وجهه فيه صفرة، فيه صفرة، وما اكتملت لحيته كما ذكرنا إلا عندما بلغ 60. وبين عينيه في جبهته آثار السجود من كثرة سجوده رضي الله عنه. وكان يصفونه يقولون: لا ينازع في ثلاث أمور،
ما كان أحد في المدينة يجاري فيها عبد الله بن الزبير، كان لا ينازع في الشجاعة، لا يعلمون من هو أشجع منه في المدينة، ولا ينازع في العبادة، ولا ينازع في الفصاحة، كان فصيحا جدا إذا تكلم ألهب البشر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير نشأ هذه النشأة، ولد في عام الهجرة، ولذلك كان يعرفون عمره بتأريخ الأحداث، لما يقولون حدث في سنة 62 هجرية يكون عمره 62 سنة، ولذلك نعرف سنه من ذكر سنة الهجرة، فسنه مع الهجرة. نشأ هذا الولد الصالح في هذا البيت الصالح، وتربى في جو الجهاد. لما كان عمره سنتين حدثت غزوة بدر الكبرى، وكان لأبيه فيها مواقف عظيمة، وجرح فيها الزبير بن العوام جرحا عظيما في مؤخر عنقه، بين كتفيه في مؤخرة عنقه جرح جرحا عظيما، فلما التأم الجرح ترك مثل الحفرة في ظهر الزبير بن العوام، فكان عبد الله بن الزبير يلعب فيها ويضع قبضته داخلها من كبر الجرح، فتربى على هذه المعاني، وأن هذه الجراح في سبيل الله أمر ليس بمستغرب، بل هو من طبيعة المسلمين المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وفي العام الثالث تذكر له القصص في بطولات أبيه في يوم أحد، وكيف استطاع في يوم أحد الزبير بن العوام أن يقضي على أبطال المشركين قبل أن تحل الهزيمة بالمسلمين. كان من بين المشركين رجل يقاتل فوق بعير ومعه سيف طويل، فيصل إلى المسلمين يضربهم ولا يصلون إليه، حتى قتل 9 من المسلمين، واشتد أمره على الناس، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من لي بهذا، فخرج له الزبير رضي الله عنه، فطاف حوله يريد له مأخذ، ما وجد له مأخذ، طويل سيف طويل يصيب ولا يصلون إليه. ثم إن الزبير رضي الله عنه ذهب نحو مؤخرة البعير، وانطلق كالسهم فقفز فضرب على البعير، فكان فوق الرجل فأسقطه على الأرض فقتله. أي قفزة هذه، وأي بطولات هذه! فكان الناس يحدثون عبد الله بن الزبير بهذه البطولات لأبيه، وكيف أن أباه الزبير بن العوام هو الذي حمى انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. وفي يوم الأحزاب لما حوصرت المدينة، كان عمره عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 5 سنوات، فشاهد المعركة، ومن مشاهدها العظيمة ما فعل أبوه الزبير بن العوام في أحد المشركين الذين عبروا الخندق، فتبعه الزبير فقاتله، فلما شعر بالهزيمة أراد يفر فيهرب ويعبر الخندق مرة أخرى، فتبعه الزبير فأدركه قبل أن يصل إلى الخندق، فرفع عليه السيف فنزل على كتفه بضربة عصماء، فمن قوة الضربة شق الرجل نصفين حتى وصل السيف إلى الحصان وسقط الرجل نصفين. أي قوة عظيمة هذه! أي بطولات يتربى عليها هذا الشاب! ثم في يوم بني قريظة بعد الأحزاب مباشرة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم مما فعله اليهود من خيانة وغدر، وهذا شأنهم دوما، لا أمان لهم ولا عهد،
غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف وأحلكها. فهنا كان أيضا للزبير مواقف عظيمة، وابتدر وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ليرى خبر بني قريظة، فذهب بدون تردد، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف: لكل نبي حواري، أي صاحب خالص، وحواري الزبير. فكان وساما للزبير بن العوام يذكر فيه في الآخرين. ينشأ الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في هذه النشأة الصالحة، ويتربى على هذه المعاني، فيتربى على معاني الرجولة وهو ما زال طفلا صغيرا. وفي يوم من الأيام لما كان عمره 7 سنوات، وانظر الموقف العجيب، عمره 7 سنوات، جمع فتيان الحي الأطفال اللي يلعبون معه، قال لهم: لماذا لا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما يبايعه الرجال؟ الأطفال ما يبايعون، الكبار يبايعون، تعالوا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وراء عبد الله بن الزبير، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في المسجد، وإذ بجمهرة من الأطفال يدخلون المسجد، يتقدمهم عبد الله بن الزبير، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ورائك؟ قال: يا رسول الله، جئنا نبايعك كما يبايعك الرجال. انظر العقل، طفل عمره 7 سنوات يفكر بهذه الطريقة ويقود الأطفال بهذه الطريقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وسر سرورا عظيما به، وقال: ابسط يدك. فبسط عبد الله بن الزبير يده، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فبايعه أمام الصحابة الكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة ظلت مع ابن الزبير في تاريخه إلى أن مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبيه، هذا ابن أبيه، يعني هذا يتخلق ويتصف بصفات أبيه الزبير بن العوام. وفي يوم من الأيام كان عبد الله بن الزبير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، والحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الرأس ليخف الصداع. كانوا إذا أصابهم صداع يجمعون، يحركون الدم في الفم في الرأس حتى يجمعوه في مكان واحد، ثم يجرحوا هذا المكان فيخرج الدم الفاسد فيخف الصداع. هكذا كانوا يعالجوا الصداع في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصابه صداع فأراد أن يحتجم، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون إناء فوق الدم حتى يتجمع فيه الدم، فجمع الدم في هذا الإناء ثم أعطاه لابن الزبير، قال: ألقه، ارمي الدم. فأخذ ابن الزبير الدم وخرج من الغرفة، ثم نظر أين يرمي دم النبي صلى الله عليه وسلم، أي دم أشرف من هذا الدم. فما طاوعته نفسه أن يرميه في أي مكان، كيف يرمي دم النبي صلى الله عليه وسلم مع القاذورات، مع الأماكن، مع التراب، كيف؟ فظل يفكر، ثم أخذ الدم فشربه، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ بدخول سلمان الفارسي رضي الله عنه، دخل وإذ عبد الله بن الزبير واقف وفي يده كأس فيه آثار الدم، فاستغرب الموقف لكن ما سأل، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه. بعد قليل دخل عبد الله بن الزبير مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألقيته؟ قال: نعم، ألقيته حيث لا يراه أحد، رميته بمكان ما حد يشوفه. فسلمان فطن
قال يا رسول الله ما ذاك؟ ايش القصة؟ قال اعطيته دم حجامتي ليرميه. فقال سلمان يا رسول الله ذاك شرب، هذا الولد شرب الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت على عبد الله بن الزبير قال أشربته؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة، قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. ولد يشرب دمك، ايش هذا؟ تحجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستؤذي الناس ويؤذونك. اذا هذه اطباعك من انت صغير ماذا ستفعل وانت كبير؟ ثم قال قولة اعظم، قال والله لا تمسك النار الا تحلة القسم. الله سبحانه وتعالى قد أقسم وإن منكم إلا واردها، عن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل إنسان سيمر فوق جهنم على الصراط، الصراط جسر منصوب ما بين أرض المحشر والجنة، يمر فوق النار، فكل إنسان سيمر على جهنم، أقسم الله تعالى بذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير والله لا تمسك النار إلا تحلة القسم، يعني لا ترى النار ولا تدخل النار إلا مرورك هذا على جهنم فوق الصراط، تحلة القسم من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تبشير لعبد الله بن الزبير بأنه من أهل الجنة ولا يدخل النار، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كبر عبد الله بن الزبير وكان يقضي وقته في ثلاثة أمور. وانظروا، نحن نتحدث عن الشباب والنشأة الصالحة والصحبة الصالحة، انظروا كيف يتربى هذا الولد. يقضي وقته بين ثلاث أشياء: بين العبادة، حتى سموه حمامة المسجد، ويقال ان اول من تسمى او سمي بحمامة المسجد هو عبد الله بن الزبير وهو صغير، ما ينقطع عن صلاة، ما يترك سنة، يكثر من النوافل. ما شاء الله، نحن بفضل الله نرى عدد كبير من الاولاد في المسجد، وامس انا سررت سرور شديد لما في قيام الليل وجدت اعداد كبيرة من الاولاد. هكذا تكون التنشئة، بدل ما ينشغل بسينمات وينشغل بتلفزيون وينشغل بألعاب إلكترونية ولا غيرها، بهذا نشغلهم ونصبر عليهم. أحيانا يعملوا إزعاج، لابد حتى نربيهم على الالتصاق في المسجد فيكون حب المسجد في قلوبهم. فكان هذا من شأنه عليه الرضوان. وتربى على العلم، وكان الذي يعلمه العلم عائشة رضي الله عنها، سيدة علماء المدينة، من أعظم علماء المدينة. كان الصحابة يتعلمون على يدها العلم، واحدة من السبعة الكبار في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندها في البيت خالته، فكان يقضي وقته في البيت في تعلم العلم من عائشة رضي الله عنها. فإذا أراد اللعب، والأطفال في طبيعتهم حب اللعب، فبماذا كان يلعب؟ كان يلعب بالفروسية، ركوب الخيل والضرب بالسيف والرمح. هذه التربية الجهادية العبادية العلمية هي التي يجب أن نحرص عليها في تربية أولادنا. انظر، توازن، ليس جهاد بدون عبادة ولا علم، أو عبادة ليس فيها جهاد، أو
او علم بدون عبادة والتصاق بالله عز وجل ومناجاته والتقرب اليه، وانما توازن في قضاء الاوقات بين هذه المعاني الثلاث. وتعلم درسا عظيما لما حدثت مؤتة، ومؤتة حدثت في السنة السادسة للهجرة، كان عمره 6 سنوات. في مؤتة تعلمون ان المسلمين كانوا عدد قليل، 3000 إلى 4000، يواجهون جيشا من الكفار ما بين 150 إلى 200 ألف. معركة هائلة قتل فيها ابطال المسلمين، عبد الله جعفر الطيار رضي الله عنه والسيد بن حارثة، هؤلاء الكبار قتلوا، حتى حمل الراية خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه، واستطاع ان ينسحب بالمسلمين من كارثة كادت تحل بهم، في انسحاب عظيم نجا به المسلمون ولم يقتل في الانسحاب واحد، ويعتبر عند المحللين العسكريين اعظم عملية انسحاب في التاريخ. لكن هذه اول معركة ينسحب فيها المسلمون. فلما رجع الجيش خرج له النساء والاطفال، يقودهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، خرجوا يتلقون الجيش، يستقبلون الجيش بالحجارة، يرمون الجيش بالحجارة: يا فرار يا فرار، فررتم من سبيل الله؟ واشتد الامر على الجيش، حتى ان الرجل كان يذهب الى بيته يطرق الباب فتأبى زوجته ان تفتح له، تقول: ما تدخل عندي وانت قد فررت من سبيل الله. انظر المجتمع، ليس فقط الرجال يتربون على معاني الجهاد، وانما مجتمع كامل يعيش روح الجهاد ولا يعرف الهزيمة، اما النصر واما الشهادة. فلما حدث هذا الانسحاب وبدأ الضرب على هؤلاء، ما انقذهم منهم الا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ليسهم الفرار بل هم الكرار ان شاء الله، انا فئة كل مؤمن. يعني هم لجأوا الي، والله سبحانه وتعالى قد اجاز ذلك. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. لا يجوز ان تعطي ظهرك لاعداء الله وتنسحب الا في حالتين: متحرفا لقتال، يعني تعطيهم ظهرك عشان تذهب الى مكان اخر تقاتل منه، او متحيزا الى فئة، يعني تلجأ الى جماعة تنصرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الانسحاب هم ليس انسحاب نهائي، وانما انسحاب تكتيكي، ما دام هناك فئة يلجؤون اليها، ليس تسليما للكفار، ليس كما يحدث اليوم من تخاذل ومن انسحاق وانحطاط امام اليهود، نعطيهم كل شيء ونسلم لهم بكل شيء، ليس هكذا، وانما اذا كان الامر ضعيف فيكون انسحاب مؤقت لاجل ان نتقوى ونهجم من جديد، اما تسليم كامل وصلح كامل فهذا مما يعباه الله ورسوله. اما اول معركة شارك بحضورها فعليا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكانت فتح مكة، وكان عمره آنذاك 8 سنوات. خرج مع أبيه في فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الجيش إلى 4 أجزاء، وأحد هذه الأجزاء برئاسة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان عبد الله بن الزبير مع أبيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن كان دون 15 سنة أن يقاتل، فحضرها ولم يقاتل. ثم خرج مع الجيش كذلك، شاهد المعارك، يتربى على هذه المعارك برؤية العين، فخرج كذلك
مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه الزبير خرج في معركة حنين العظيمة، ورأى بطولات أبيه لما انسحب المسلمون. تعرفون في حنين في البداية هزم المسلمون هزيمة عظيمة وفروا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 شخص، من بينهم الزبير بن العوام رضي الله عنه. فرأى بطولات أبيه ورأى كيف أن الزبير أباه، كيف أنه هو الذي هجم على مالك بن عوف قائد هوازن التي كانت تقاتل في حنين، وأزاحه وقومه عن الميدان. رأى بطولات أبيه في هذا، فشارك ورأى رؤيا العين هذه المشاهد. وكذلك كان له رغم صغر سنه الفضل بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيما بعد لما كان الناس يختلفون في المناسك كانوا يرجعون إلى ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لأنه شهدها بعينه. تعرفون هو عمر، يعني مات عمره 73 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 63 سنة. فالناس يعني بعد هذه السنوات كانوا يختلفون على المناسك لبعد الزمن عنها، فكان ابن الزبير هو الحكم لأنه شهدها بعينه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأت حروب الردة، وكان من أبطال الفتوحات في حروب الردة الزبير بن العوام رضي الله عنه. ثم لما انتهت الردة بدأت فتوحات البلدان، فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشان إلى العراق، إلى فارس، وكانت فارس تحتل العراق أيضا، وكانوا عاصمتهم في العراق. فأرسل إلى العراق جيشين، جيش بقيادة المثنى بن حارث الشيباني رضي الله عنه، وجيش بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. وأرسل إلى الشام 4 جيوش بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص، والزبير بن العوام. ثم إن جيوش الشام اتفقت لما رأت أن الكفار وهرقل أرسل جيشا عظيما فتجمع لهم في اليرموك، فقالوا ما يصلح أن نكون ب4 جيوش، فاتفقوا على أن يكونوا جيشا واحدا، ويكون من هؤلاء الأربعة كل يوم أمير يتناوب الإمارة. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر خالد أن يترك فتوحات العراق فينصر المسلمين في الشام، فلما وصل إلى الشام تولى خالد زمرة قيادة اليرموك، وكان هو أمير جيش الشام. هذه أول معركة يشارك فيها عبد الله بن الزبير بالقتال، معركة اليرموك، وكانت معركة هائلة عظيمة في السنة 14 من الهجرة، كان عمره 14 سنة. تجمع فيها من الروم أعداد هائلة، حتى إن أحد المسلمين يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فنهره خالد وقال بل قل ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما تنصر الجيوش بالإيمان ليست بالأعداد. بدأت المعارك وما استطاع أحد أن ينتصر على أحد. وفي يوم أراد الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يري المسلمين تفاهة هذا الجيش الذي أمامه، فقال ونادى في الناس من يبايع على الموت، فخرجت له مجموعة من أبطال المسلمين، عدد قليل،
فتقدم بهم الزبير بن العوام رضي الله عنه واقتحم بهم جيش الروم، وبدأ القتال عنيفا حتى قتل جميع المسلمين اللي كانوا في هذه الكتيبة وما بقى إلا الزبير، فرجع وقال من يبايع على الموت، فخرجت كتيبة ثانية فاقتحم بهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري، حتى فنوا جميعا ولم يبق إلا الزبير. انظر الموقف العظيم الهائل. فتقدم مرة ثالثة للمسلمين، قال من يبايع على الموت، فما خرج أحد، كل اللي يروحون يموتون ما يرجعون، فخاف الناس. فلما رأى الزبير هذا وخاف ان المسلمين، شاف ان المسلمين بدأ يخافوا من الروم، اراد ان يريهم ان هؤلاء الروم ليسوا بشيء. وكان الزبير رضي الله عنه يتفرد عن المسلمين جميعا، هو وخالد بن الوليد بصفة الفروسية، ليس في المسلمين جميعا احد عنده هذه الصفة الا خالد والزبير، كان يقاتل بسيفين، يركب الفرس ويقاتل بسيفين يمين ويسار في نفس الوقت، شيء عجيب، ويحرك الفرس برجله. اي بطولة، اي فروسية هذه، وما يستطيع احد في الناس ان يفعل هذا سوى خالد بن الوليد والزبير بن العوام. فهنا اخذ الزبير ابنه عبد الله ووضعه امامه على الفرس واقتحم في الروم، تقدم في الروم، وتعجب الناس، فارس واحد يهجم على جيش اكثر من 250,000، من يفعل هذا؟ من يجرؤ على هذا؟ وتعجب الروم، واحد يهجم عليهم. وبدأ الزبير يبطش بالذين أمامه وعبد الله يقاتل معه ويحرك له الفرس، وظل يقاتل في جيش الروم حتى توسط الجيش، دخل داخل الجيش ولم يعد يرى، ما يبين من المسلمين، حتى ترحم عليه الناس خلاص قالوا منه. وظل يقاتل في الروم ويقاتل حتى اخترق الجيش وخرج من الجهة الأخرى، هذا في البخاري الحديث. ثم لم يكتفي بهذا بل رجع من نفس الطريق، فقال الناس ما أهون الروم، ايش هذا؟ واحد يخترق الجيش ويرجع يقتل فيهم يمين ويسار ويخترقهم ويرجع، ما يستطيع احد يوقفه، هذا جيش هزيل. فهنا ارتفعت معنويات المسلمين، فكانت هذه اول معركة يقاتل فيها عبد الله بن الزبير. هذه المعركة وهذا الاختراق العظيم الذي فعله الزبير اصيب فيه ببضع بحوالي 17 جرحا، ما هي شيء بسيط، ليست عملية اختراق سهلة، منها جرحان عظيمان كجرحي بدر كانوا في جسد الزبير بن العوام. في اثناء معركة اليرموك ماذا حدث؟ حادث عظيم في تاريخ الاسلام، اثناء معركة اليرموك وصلت الاخبار بوفاة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وارسل بتحويل القيادة الى ابي عبيدة عامر بن الجراح.